مبادرة الهجرة أطلقت مبادرة خلينا سند ليك في الخارج، وهذه المبادرة هي مبادرة تكافل لكافة العالقين، لأنه الكثير منهم أو يعني الحقيقة أغلبهم سافروا لهذه المهمة أو للغرض اللي سافروا بيه، ما عندهمش الأموال الكافية، ما عندهمش مسكن، ما عندهمش إقامة في الدولة، في البعض منهم يعني ما عندوش الأدوية اللازمة إن هو يخليه يستمر في هذه الدولة. فكانت الحقيقة مشاركة من المقيمين المصريين في الخارج بمساعدة العالقين، مساعدتهم ماديا، مساعدتهم معنويا، مساعدتهم طبيا. ما انساش دور الكنيسة المصرية لما تواصلت مع قداسة البابا تودروس الثاني، لأن كان عندنا أيضا عالقين في كينيا حوالي 100، والحقيقة يعني كان مشكور وجه الكنيسة المصرية في كينيا إنها تفتح أبوابها لاستقبال هؤلاء العالقين من رعاية ومن استضافة ومن تمريض أيضا. عندنا نماذج كثيرة جدا، عندنا في جنوب أفريقيا من الجالية اللي شاركت، عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني على سبيل المثال، يعني امرأة مصرية سافرت للولايات المتحدة الحقيقة لوضع جنينها، وللأسف في المستشفى أصيبت بالكورونا، ومصرية مقيمة من المشاركات في هذه المبادرة هي اللي أخذت الطفل الرضيع عندها في البيت لحين تعافي الأم. فالحقيقة قصص جميلة جدا، وقصص بتدل يعني على حب المصريين لبعضهم لبعض، ووقفتهم مع بعض في الخارج، ومساندة الدولة لحين تسيير خطوط الطيران.